أنا عند حسن ظن عبدي بي. الله سبحانه وتعالى يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. هل تختبر الله سبحانه وتعالى؟ ادعو الله سبحانه وتعالى وأنت موقن بالإجابة فوالله سيستجيب الله لك. عليك أن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. إن بعض الناس إذا ما سمع عن غني وكريم ورجل يعطي كل من سأله ذهب إليه وهو يظن أنه سيعطيه إذا باحك له قصته وحالته. أتظن بالناس والبشر الذين خلقهم الله وأعطاهم هذا الرزق هذا الظن؟ ولا تظن بالله العظيم المعطي الكريم الحنان المنان الرزاق ذو القوة المتين هذا الظن؟ الله أعظم من هذا كله ولله المثل الأعلى. ظن بالله الظن الحسن وادعو الله وأنت موقن بالإجابة فسيستجيب الله سبحانه وتعالى. وعليك دائما أن يحضر عندك الإخلاص وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى واليقين التام بأن الله يستجيب لك. الله لا يجرب. تجرب الله سبحانه وتعالى؟ تقول سأجرب سأستغفر الله هذا اليوم وأجرب هل أرزق سأستغفر الله؟ هذا لا يكون. بل استغفر وسيرزقك الله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. خلاص ما لكم لا ترجون لله وقارا. إذا رجوتم لله الوقار فإنكم ستستغفرونه حق الاستغفار وأنتم موقنون بأنه الرزاق ذو القوة المتين. إذن إذا أراد الإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى فعليه أن يدعو الله وأن يسأله وهو موقن بإجابته سبحانه وتعالى. حتى لو تأخر حتى لو طال الوقت يستجيب الله سبحانه وتعالى ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن هذا بحكمة الله وأن الله سبحانه وتعالى ما وضعك في هذا إلا ليختبرك وليمتحنك وليرى أثر ذلك عليك. فإذا اقتربت من الله اقترب الله منك واستجاب لك وكان له حكمة في تأخير عدم الاستجابة ولا شرط أن تعرفها لكن عليك أن تتيقن يقينا تاما لا مرية فيه ولا شك أن الله إذا ما دعوته استجاب وأنه الذي يعطيك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. تقول هذا ولا تستحضره في قلبك؟ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. الأمة هذه بحالها لو أرادت أن تمنع عطاء الله جاءك عطاء الله وجاءك رزق الله. يا أخي الذي رزقك وأنت في رحم أمك الذي رزقك وأنت في رحم أمك 9 أشهر وهو يغذيك حتى خرجت إلى الدنيا وقد اشتد عودك وقويت وأصبحت قادرا على الكسب ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى لا يقدر على أن يرزقك بل هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك عليك أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة وأن لا تجرب الله وعليك أن تذكر الله وتستغفره وتسبحه وأنت موقن برزقه وباستجابته وبعطائه وبقبوله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وأن يرزقنا.